أسرار تنظيم الوقت، شو العامل المشترك بين بيل غيتس وعبودي يلي قاعد على القهوة؟ وليش عبودي ما عنده شي يعمله إلا أنه يقعد على القهوة بينما بيل غيتس بيتربع على عرش أكبر شركة برامج بالعالم وثروته تقارب 100 مليار دولار؟ هيدا الفيديو رح يعلمك أهمية الوقت، رح نعرف كيف ناس مثل بيل غيتس ومارك وصلوا لهالثروة الطائلة. فإذا أنت من الأشخاص اللي دايما بيقول الشغل فوق راسي ومش عم لحق على شيء، أو إذا أنت بتقولي منك ملحق على شغلك أو شغل البيت أو الأطفال، خلينا نحضر هيدا الفيديو للأخير، لأن بهيدا الفيديو رح نمشي خطوة خطوة بنظرية تنظيم الوقت يلي تطورت عبر الزمن. وبآخر هيدا الفيديو رح أعطي 6 نصائح سهلة جدا وعملية أي حدا منا فيه يطبقها حتى يحس بتغيير كتير كبير بحياته وينظم وقته بفعالية كبيرة. فجاهزين؟ يلا نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد عيتاني. كتار من المحاضرين يلي بيحكوا عن تنظيم الوقت عادة ما بيلعبوا على وتر المشاعر وبيحمسك وبيحفزك لدرجة بتحس حالك بدك تقوم هلأ وتكتب لائحة بكل شيء بدك تساويه لبكرة، لكن بعد ما تخلص هالكتيبة ترجع لنفس العادات وبتنسى هيدي الورقة وين حطيتها أساسا. ليش؟ لأنه تنظيم الوقت عادة منه شيء عقلاني، يعني ماشي بيجي تلقائي معك، انت بتتصرف بوقتك يلي بتملكه عبر المشاعر. في مشاعر مثل الخوف او القلق او الحماس او غيرها كتير من المشاعر يلي بيحركوا هالقرارات يلي رح تاخدها بهيدا النهار، فانت فعليا بتكون ماشي على مبدأ ردة الفعل او شو بيملوا عليك هول المشاعر. للحقيقة الوقت هو بحد ذاته منظم ومش بحاجة لأي تنظيم، انت بحاجة لتنظيم هول المشاعر. وحتى نقدر نبلش ننظم هول المشاعر لازم نفهم شو هي أهمية الوقت. الوقت هو أهم وأغنى ما تملك، هو فعلياً ثروة بين إيديك. تخيل لو كل يوم واحد عم يجي ويعطيك مبلغ 1440 دولار ويقول لك روح اصرفهم كيف ما بدك ولا يهمك، لأن بكرة إذا وعيت بإذن الله رح أعطيك 1440 دولار تانين غيرهم. هيدي هي كمية الدقايق اللي بتطلع لك كل يوم. كل إنسان يوميا على وجه الكرة الأرضية الله رزقه 1440 دقيقة بشكل متساوي. دقيقتي هي 60 ثانية مثل دقيقتك، مثل دقيقة بيل غيتس، مثل دقيقة عبودي. الوقت أهم كنز عندك، لأن بدك دقيقة واحدة حتى تقول لشخص أنا بحبك وتأثر فيه إلى الأبد. بدك دقيقة واحدة حتى يكون عندك فكرة عبقرية بالبزنس وتصير واحد مثل بيل غيتس أو مارك أو غيرهم. أول ما تفهم معنى الدقيقة فجأة بصير عندها مفهوم آخر كليا بالنسبة لك، ومنكون هون كمشنا طرف الخيط. وساعتها رح تحاول تحافظ على هول ال 1440 دولار وما تخلي اشخاص تانين يحاولوا يسرقوا من هالثروة اللي انت بتمتلكها، مثل مثلا اذا فيسبوك اخذ 200 دولار منك او واتساب اخذ 90 دولار، وغيرها كتير من الامور يلي عم بتلهيك عن هدفك. ما تكون مثل عبودي، لان فجأة عبودي اخر النهار رح يلاقي هال 1440 دولار خلصوا ورح يقول بسيطة بكرة بيطلع لي غيرهم. طيب فهمنا أهمية الوقت. أساساً ليش صار في شيء اسمه تنظيم وقت؟ ما كنا قاعدين بهالكهف ومبسوطين ولا عبالنا هالتطور والتكنولوجيا كله. فعلياً بلشت نظريات تنظيم الوقت مع بدايات الثورة الصناعية، لما صار في طفرة بالإنتاج والعالم اكتشفت كنز اسمه الصناعة وبدهم يستفيدوا من هيدي الدجاجة يلي عم بتبيض ذهب بأكثر قدر ممكن. فخلقت أول نظرية لتنظيم الوقت واللي هي بكل بساطة بتمشي على مبدأ الأهمية. يعني مثلا أنا بدي صنع سيارة، شو هي المهمات يلي أنا بحتاجها حتى صنع سيارة؟ بدي محرك، أبواب، شسي، مقاعد. لنبسط الأمور حنقول 5 مهمات لحتى تصنع سيارة. حتى خلص هالمهمات بالمصنع أنا بحاجة ليومين لحتى أقدر صنع هالسيارة. طب أنا بدي استفيد أكتر، كيف بقدر خلص هول المهمات بيوم واحد فقط؟ فصاروا المصانع يفتشوا على أدوات حتى يقدر يخلصوا هول الـ5 مهمات بأسرع وقت ممكن، وهيدا هو كان اختراع عظيم بالنسبة لهديك الفترة، إنه نحنا ما نلتهي بأي شيء، عنا هالـ5 مهمات لازم نخلصهم وبأسرع وقت ممكن، فنحن منزيد أدوات. وظل هيدا سيستم التايم مانجمنت شغال لحد أواخر الـ80s. لما تطور العالم أكتر وصار هالسيستم صعب تنفيذه لأنه زاد الطلب بشكل كبير، فطلعت نظرية دكتور ستيفن
كوفي، وكانت بوقتها اختراع عظيم جدا. سماها مخطوطة تنظيم الوقت أو Time Management Matrix، وهي باختصار جاب نظرية الأهمية يلي كانوا عم بيستعملوها وزاد عليها بعد جديد، وهيدا البعد هو الاستعجال. يعني اجا دكتور كوفي وقال أي مهمة من هول الخمس مهمات لازم تتساوى أول شيء حتى نقدر نخلص أسرع. يعني بالمثل تبعنا تبع مصنع السيارات، أنا ما بقدر ركب الأبواب قبل ما ركب الموتور، فحتى استفيد من وقت المصنع بشكل أحسن لازم قلن للعمال بلشوا بالموتير أول شيء. وهيك دكتور كوفي وقتها على نسبة الفعالية بهالطريقة. لكن الحل كان موقع، لأنه المشكلة بهيد الطريقة أنت ما عم تقدر تزيد وقت، بعده عندك خمس مهام. كل يلي عم تعمله بهيد الخطة أنك عم تشيل مهمة رقم خمسة وعم بتحطها بالأول حتى تسرع شوي من الوقت، ومع تطور الزمن وزيادة الوقت أكتر صار عنا مشكلة كبيرة. وهيك نحن اليوم حاليا يلي بيستعمل هيدي المنظومة كلنا عم نحس مثل هيدا المصنع، بتحس حالك دايما ملحوق ومخنوق ومأخر بتنظيم وقتك، مأخر ما عم تقدر تلحق على مهام بيتك ومهام عائلتك ومهام شغلك بذات الوقت. بعصرنا هيدا ما فيك تحل مشاكلنا بسيستم قديم. طيب إذا هالنظرية قديمة وراح عليها الزمن، شو الحل؟ الحل إنه نخلق وقت جديد. شو؟ كيف بنخلق وقت جديد؟ حتى نقدر نخلق وقت جديد لازم نتعرف على نظرية المضاعف. شو هي نظرية المضاعف؟ باختصار النظرية بتقول إنه لازم تعمل المهام يلي رح تفيدك بالمستقبل. نظرية المضاعفة كل يلي عملته إنه جابت نظرية التايم مانجمنت تاعت دكتور كوفي وزادت عليها بعد ثالث، وهي مدة فعالية المهمة للمستقبل، أو بمعنى آخر تاريخ صلاحيتها، يعني قديش رح يأثر فيك هيدي المهمة بالمستقبل. خلينا نرجع لمثل مصنع السيارات. أنا حتى أعمل سيارة لازم خلص هول الخمس مهمات، لكن ليش ما بستثمر وقتي قبل بروبوت وركبه بقلب المصنع، مع انه هيدا المهمة او هيدا الروبوت ما له اي علاقة بهول الخمس تاسكات لحتى نصنع السيارة، لكن لما ركب هيدا الروبوت رح يقدر يعمل لي 10 سيارات بالنهار. انت هون استثمرت وقتك بمهمة رح تجيب لك نتيجة على المدى البعيد. فإذا بدنا نطبق هذا المثل على حالنا، انت اذا اخذت 60 دقيقة من وقتك تستثمرها لشي على المدى البعيد، هون ما بقى تسأل حالك قديش مهمة هيدي التاسك وقديش مستعجلة، مع انهم هول مهمين، لكن اسأل حالك قديش رح تفيدني بالمستقبل، لان بالمستقبل رح تفيق، حيكون عندك 1440 دقيقة مثل كل يوم، لكن في بجعبتك مهمة قيمتها 60 دقيقة انت انجزتها بالماضي وبعدها فعالة لحد اليوم. هيك انت صار عندك 1440 دقيقة زائد 60 دقيقة. طب انا اذا قدرت كل يوم يكون عندي 60 دقيقة اقدر استثمرها بمهمة تفيدني بالمستقبل. تخيل بعد سنة قديش بيكون صار قيمة يومك. مارك عم بحاول جهده ياخد من وقتك كل يوم 60 دقيقة، 90 دقيقة، 200 دقيقة، وأنا مش عم بقول إنه هيدا شيء غلط، هيدا بالعكس شيء ذكي بالنسبة له، لأن هدفه الأساسي إنه يحاول يخليك تبقى على المنصة تعيته أكتر وقت ممكن، حتى ببساطة يقدر يقدم لك دعايات ويصير هو من أغنى أغنياء العالم. وهيدا الشيء كله بس من وراء 60 دقيقة قدر ياخدها من وقتك، وطبعا من وقت 2 مليار مستخدم يوميا، بينما عبودي قاعد على القهوة وعم بيعطيها الدقايق ولا على باله. هلا قدرنا نجاوب ليش عبودي قاعد بالقهوة وبيل جيتس عم بيتربى على امبراطورية اكبر شركة برامج بالعالم. طيب شو الحل؟ انا كيف بدي صير مثل بيل جيتس ومارك وغيرهم؟ اعطيك 6 نصائح إذا التزمت فيهن هتيجي بعد شهر وتكتب لي كومنت على هيدا الفيديو بإذن الله وتقلي حياتك تغيرت للأفضل. نصيحة الأولى، نقي هدف كبير لألك أنت بتطمح له قد ما كان كبير ولا يهمك، وكل مهمة بدك تعملها اسأل نفسك هتلات أسئلة يلي حكينا عنها بنظرية المضاعفة. قديش هالتاسك مهمة لهدفي؟ قديش هالتاسك ضرورية لحتى أقدم خطوة باتجاه هدفي؟ وتالتا والأهم، قديش مدة صلاحيتها هالتاسك لخدمة هدفي بالمستقبل؟ نصيحة تانية، اشتغل من رزنامة
وما تشتغل من to do list أو من لائحة المهام. لائحة المهام هي أفشل اختراع عرفه التاريخ، لأن لائحة المهام هي مقبرة الأهداف. كم مرة تحمست وجبت أهدافك وسجلتهم على ورقة ورجعت تركتها؟ المشكلة الكبيرة والعيب الكبير بلائحة الأهداف إن ما عنده وقت يحصرها، بينما إذا أنت حددت مهمة وحطيتها على رزنامة انت حددت وقت لهيدي المهمة. يعني اذا فيها التاسك شايفها كتير مهمة وبتحقق لك هدفك لكن بحاجة لعشرة ايام، اي ما يعادل 1440 دقيقة ضرب 10 يعني 14440 دقيقة. فانت فعليا قررت انك تستثمر هال 14440 دقيقة لحتى تحقق هالتاسك، لانك انت عارف انه بالمستقبل حتكون مدة صلاحيتها بتخدم الهدف اللي انت بدك تطمح له. بينما اذا انت بتستعمل to do list وما في وقت معين، انت صار في عندك شيء مثل شك على بياض او هدر للوقت وانت مش عم تحقق هيدي التاسك. النصيحة الثالثة، خلي معك كتاب ملاحظات صغير وين ما رحت. هيدا الكتاب حتى تسجل اللحظات المهمة يلي مرقت بيومك، فيك تسميه الدفتر الذهبي إذا بدك. دماغنا سبحان الله تركيبته معمولة لتحليل الأشياء ومش للحفظ. فينا نحفظ أكيد، لكن مشكلتنا انه نحن مننسى اكتر بكتير. حتى تستفيد من كل دقيقة مهمة بيومك، اذا مرق معك بهيدا النهار حدث لقيته مهم واثر فيك ايجابا، سجله بهالكتاب الملاحظات. يمكن هذا الحدث اللي صار معك مادي او معنوي، يمكن تكون باجتماع عمل واخذت من هالاجتماع معلومة جدا مهمة لألك سجلها، او كنت عم تقرأ كتاب وشفت جملة او مقولة اثرت فيك كتير سجلها، او حتى إذا حدا قال لك كلمة وتركت فيك انطباع جميل جدا سجلها. وكل يوم أول ما تفيق الفجر راح الكتاب وراجع قد ما فيك منه، لأن مع الزمن هيدا رح يكون صندوق كنز من الدقائق السمينة يلي جمعتها عبر الأيام. وأكيد على كفالتي شخصك المستقبلي رح يشكرك جدا على هالكنز. النصيحة الرابعة، تعلم تقول لا لأي شيء ما بيخدم هدفك. إذا كنت أنت من النوع اللي بيخجل أنه يقول لا، أو أمرار ما بيقدر يقاوم رغباته أو مشاعره ليلتهي عن هدفه، أنا بقلك فكر مرة تانية، لأن كل مرة عم تقول فيها نعم لشي أنت فعليا عم تقول لا لكل شي تاني. يعني أنت لما قلت نعم لفيسبوك أنت قلت لا لأشياء كتير غيرها. النصيحة الخامسة، سيطر على الإشعارات أو النوتيفيكيشنز يلي عم تتلقاها إن كان من تليفونك أو من خارج تليفونك. تار بدهم وقتك، بهمهم جدا الثروة اللي أنت بتمتلكها ولو أنه تعطيهم شي بسيط منها. تعلم تطفي كل شي نوتيفيكيشنز وترد بالوقت اللي أنت بدك إيه، مش بالوقت يلي أي أبليكيشن مثلا بيجبرك أنك أنت ترد عليه. نصيحة السادسة هي الذهنية. ذكرنا بأول فيديو أنه كل المهمات يلي مننفذها مننفذها حسب المشاعر، فقبل ما تبلش تغير هيدي الذهنية وتقدر فعلا قديش الوقت هو جدا مهم بالنسبة لك، وانه أسمن ما عندك مش رح تقدر تسيطر على هول المشاعر. لكن اطمن، هيدا الشيء ما بيصير بكبسة زر، هيدا الشيء انت شوي شوي رح تعرف قيمة الوقت يلي بين ايديك. خلي نفسك طويل وما تركز على النتائج القريبة، لانه القادم اجمل بإذن الله. وانا ناطر منك التعليق بالمستقبل. ما تنسونا من صالح دعائكم، ومن هلأ للفيديو الجاي أنا بشوفكن وبقلكن سلام.